السلام عليكم، معكم يعقوب الشراح صاحب قناة بورد جيمز دوجو، واليوم مع فيديو تعليمي جديد للعبة Edge of Darkness من إنتاج شركة AEG ومن تصميم جون دي كلير. تلعب اللعبة بعدد 1 إلى 4 لاعبين فيما يقارب الساعتين، والقصة في اللعبة إن اللاعبين يرأسون بعض الباورفول جيلدز في المدينة، وكل واحد منهم يحاول يثبت قدرته على الدفاع عنها علشان يصير الأفضل في المدينة، وبنفس الوقت لازم يعملون مع بعض لحمايتها. والحين نترك المجال لمحمد العتيجي صاحب حساب بورد كيو 8 في الانستغرام لشرح اللعبة. طبعا لعبة Edge of Darkness راح تكون عبارة عن 8 راوندز. انزين، طريقة اللعبة فيها كارد كرافتنج، يعني عندك كروت بيدينك تبلش فيهم، وكل ما نلعب راح تضيف اكشنات جديدة من البورد. في 10 لوكيشنز هني راح تحطها داخل واحد من الكروت مالتك، فالكرت مالك راح يصير اقوى. الحين حاليا الكرت مالك ما فيه الا 1 اكشن، لما تلعب الكرت هذا راح يعطيك 1 انفلوينس و1 جود ويل. فبدايه كل دور راح تاخذ واحده من هالكروت اللي هني وتحطها داخل السليف هذا، فالكرت مالك الحين هذا صار اقوى، فصار فيه 2 اكشنز بدال 1 اكشن. وبدايه كل دور راح تسوي هالشيء، راح تاخذ كرت من هذيل وتحطه داخل. انزين، شنو الكروت اللي موجوده الحين او اللوكيشنز الموجودين؟ في شيء اسمه كابيتال هيل. لما تاخذ كرت من هني وتحطه داخل وتسوي الاكشن هذه راح تحط 2 ايجنتس. اللعبه هذه وايد يعني تلعب الايجنتس، كل لوكيشن تقريبا يحتاج ايجنتس، فالهدف ان انت تحط كروت وتلعب ايجنتس باللوكيشنز عشان بعدين لما تيجي تسوي الاكشن مال لوكيشن اغلبهم لازم تشيل ايجنت عشان تحقق الاكشن ماله. مثلا هني بدورك تقدر تشيل 2 ايجنتس وتدفع 5 فلوس عشان تاخذ واحد من الكروت هذيل وتخليه كرت مالك. احنا 4 جيلدز، فانت الحين عندك انفلونس اللي هو الجيلد مالك. حاليا الكرت هذا ما عليه شعار اي احد من الجيلدز مالتنا، فعشان تخلي الكرت هذا مالك لازم تيجي اللوكيشن هذا وتشيل 2 ايجنتس وتدفع 5 فلوس، بعدين راح تاخذ واحده من الانفلونس مالك وتحطها مع الكرت. خلاص الكرت هذا صار الكرت مالك. طبعا نهايه اللعبه في فيكتوري بوينتس على كل الكروت اللي انت خليتها تصير مالت الجلد مالك. يعني شنو قاعد تقول؟ ان انت لما تدز الايجنت تدزه عشان شغله، بعدين لما يخلص شغله وتيبه تاخذ تقريبا النتيجه. اي يعني انت اول شيء ما تدزه ما راح يسوي شيء، قاعد يشتغل لما ترده يا بالش اسمه الريورد مالك. انزين، فهني الريورد ان تخلي الكروت تصير بالجلد مالك. هني عندك الرينجرز اوت بوست، هني تقدر تشيل 1 ايجنت وتدفع 3 كروت عشان تسوي باتل. هذا اللوكيشن الوحيد اللي راح يخليك تسوي باتل مع المونسترز الثلاثه اللي هني موجودين. رينجرز اوت بوست، حلو، اللي هو رينجرز اوت بوست. السيمبل هذه اللي هي سيمبل فور باتل. في سيمبل ثانيه اللي هي سيمبلز مالت السترينث، الكروت اللي انت تبدي فيها تعطيك سترينث. مثلا هذا يعطيك 1 باتل سترينث، هذا يعطيك 1 باتل سترينث. الباتل سترينث ما منه فايده الا اذا عندك الاكشن هذه اللي هي باتل، يعني لازم تكون انت داز ايجنتس هني وتلعب الكرت هذا، بعدين تشيل واحد من الايجنتس عشان وتدفع 3 جولد عشان تسوي الاكشن اللي هي الباتل. هني تستخدم الباتل سترينث مالك. طبعا السترينث موجود على الكروت هني، هذا انت تنقي لما تروح تسوي باتل، تنقي واحد من المونسترز هذا السترينث ماله. 2 هم الحين حاليا كلهم 2، فاذا انت عندك 2 باتل سترينث خلاص تعتبر ان ذبحته، وهذا البونص مالك اللي هو انفلوينس. راح تاخذ 1 فيكتوري بوينت اللي هي من هني، تاخذها وتحطها عندك بالبورد ان عندك 1 فيكتوري بوينت. طبعا المونسترز كل ما هم راح يصيرون اقوى، لان انت كل ما تبني الكروت مالوتك راح يزيد عدد المونسترز اللي فيهم. يعني الحين هذا كذي اتس ا جود سايد، هني الباد سايد، صار فيه 2 مونسترز. الكروت انت اللي تبنيهم راح يجون بالديسكارد بايل وراح يصير لها شفل دائما، فما مو ان انا والله حطيت كرت هني خلاص هذا مالي، لا، الكرت اللي اسويه كرافت راح يهني، راح يصير له شفل، نهايه الراوند راح يطلعون بالشارع. اوكي، فالكروت هذه كلها راح تكون موجوده هني. وش راح نسوي؟ راح نسوي كذي ان هذه الكروت اللي موجوده بالشارع، بدايه كل دور كل واحد منا راح يسوي درافتنج. الحين خلينا نقول انا الفيرست بير اقول باخذ هذيل الكرتين، يصير دور يعقوب ياخذ كرتين، طبعا هذيل يجون هني ويطلعون بدالهم. طبعا حاليا كلهم نفس الشيء، لان للحين ما في جزء البرولوج قبل ما نبلش اللعبه، لازم نسوي ابجريد حق الكارز هذه عشان تصير اقوى. لازم كل هالاكشنات
العشرة تكون موجودة بالدك. فبعد ما نخلص الدرافتينج الكروت كلها راح يصير لها شافل وتنحط هنا. خلينا نقول أنا خذيت كرتك، أنت مسوي كرت وطلع الكرت هذا عجبني الأكشنات مالته، أخذه عشان أستخدم الأكشن مالته. إذا كان 1 أكشن أدفع لك فلسة، وإذا كانت 2 أكشنز راح أدفع لك فلستين. لما أخلص كل الكروت تروح ديسكارد، الكرت مالك راح يرجع لك أنت، ينحط هني بالجلد هول، تقدر تستخدمه الدور الجاي. مو معناته ان احد خذ كرتك معناته راح عليك، لا، دورك الجاي تقدر تستخدمه. بنفس الوقت بالدور هذا هو اعطاك فلوس عشان يستخدمه، يمكن راح يشتغل عندك. بالضبط. انزين نكمل الاكشنات. هني المكان اللي تسوي فيه باتل. انزين هني انت لما تسوي يونيفرسيتي بروفيسور تسوي تريننج حق ايجنتس. حاليا كل واحد منا بس عنده 4 ايجنتس. اوكي، شلون تجيب ايجنتس زياده؟ هني باليونيفرسيتي بروفيسور. وينها اليونيفرسيتي؟ هني هذا اليونيفرسيتي بروفيسور. لما تسوي ريزولف حق الاكشن شنو يقول لك؟ يا تحط 1 ايجنت هني او اند اور تدفع 4 فلوس 4 كوينز عشان تسوي ترين حق الايجنت. على كل ايجنت موجود هني باي 1 لس. فهنقول ان انا اوريدي الدور الجاي حاط ايجنت واحد هني، فالحين لما العب الكرت هذا اسوي الاكشن ادفع 3 بس لان عندي ايجنت هني. فكل ما زاد عدد الايجنتس هني كل ما صار ارخص انك تسوي تريننج حق ايجنتس جدد. هذا اليونيفرسيتي بروفيسور. وعندنا هني البوردر تاون، هني تحول الايجنتس مالتك حق باتل بوينتس. يعني عندك 2 ايجنتس هني، لما يصير دورك تلعب الكرت تقدر تحط اب تو 3، وبعدين تقدر تشيل اثنين عشان يعطيك 3 باتل سترينث. انت بدورك مو شرط تهاوش واحد مونستر، تقدر تهاوش اثنين او ثلاث، تقدر تذبحهم كلهم اذا عندك 6 باتل سترينث. هذا اثنين اثنين اثنين، شلون تحصل 6؟ هني كل اثنين راح يعطونك ثلاث. فخلينا انت داز 4 ايجنتس هني وعندك باتل، لعبت بدورك هالباتل تقدر تشيل اربعتهم كلهم، صار عندك 6 باتل سترينث تقدر تذبحهم كلهم. وطبعا كل مونستر تذبحه راح ينشالون الكيوبز اللي هني وينقطون بالديسكارد. اوكي، هذا البوردر تاون. هني الهاربر يقول لك at the start of the assembly phase gain 1 coin for each agent you have here. فانت هني بس تدز ايجنتس عشان يعطونك مثل انكم بدايه كل دور اللي هو الهاربر. والاكشن ماله لما تلعب الكرت تحط واحد 1 ايجنت، او حاط لك 2 pay 2 influence عشان تحط اثنين. الانفلونس قلنا اللي هو هذا الازرق، في وايد اشياء تخليك تستخدم فيها الانفلونس. هني يقول لك ادفع انفلونس عشان تحط 2 ايجنتس بدال واحد، واسطه يعني. اي واسطه. بنفس الوقت الانفلونس عشان نطوف كروت، احنا لما ناخذ كروت ناخذ فروم رايت تو ليفت. خلينا نقول انا باخذ الكرتين هذيل، هذا باخذه، هذا ما بي، ابي اطوفه، احط عليه انفلونس عشان اخذ الكرت اللي عقبه. تدفع واسطه تاخذ اللي. تدفع واسطه عشان تاخذ. انزين الاكشنات الثانيه هذه بس تعطيك فلوس، تحط 1 ايجنت تاخذ 1 جولد، او تسحب 2 تسحب 1 ايجنت وتاخذ 3 جولد. اوكي، طبعا هني اد 1 تو يور بيس تو يور هاند سايز. كل ايجنت موجود هني يزيد الهاند سايز مالك. شنو المكان؟ هذا فارم، اي مزرعه. حاليا الهاند سايز مالنا 3، بداية دورك راح يكون عندك 3 كروت. تبي تزيد، تبي يصير الهاند ليمت مالك 4 كروت، تحط ايجنتس هني. كل 2 ايجنتس يزيد الهاند سايز مالك 1. اوكي، ونفس الشوي لما تلعب الكرت يعطيك فلوس، هذا لان فارمرز قاعد يعطونك انكم. 1 ايجنت راح يعطيك 1 جولد، او تسحب ايجنت يعطيك 3 جولد. هني تحط 1 ايجنت. اوكي، ونفس الشيء يقول لك وانا ثريت اتاكسي، وهذا الواتش تاور. خلينا نقول احنا 4 بلاير جيم، فلازم يطلعون 8 كيوبز هني. اوكي، يعني لما يطلع 8 كيوبز نشوف منو اكثر واحد الكيوب لون ماله طالع، المونستر هذا والاتاك والاتاكم الثريت اي. اذا اسود، الاسود معناته هو الاتاك اول اوف اس. اذا كان الاسود اكثر واحد، شلون تسوي دفاع؟ انت الحين السترينث مال اثنين، تحتاج 2 ديفنس. وين الديفنس؟ هني الواتش تاور. يقول لك وانا ثريت اتاكس يو، يو كان ريموف 1 ايجنت. خلينا نقول انا قبل كنت ادري انه مثلا بيصير في اتاك او شيء، حاط انا ايجنت هني، صار في اتاك، اقدر اشيل الايجنت مالي، ات نيجيتس 3 دامج. وان يو نيجيت دامج راح تاخذ فيكتوري بوينت، 1 فيكتوري بوينت. انزين خلينا نقول ما قدرت تسوي نيجيت حق الدامج، الاتاك سترينث 5 وانت سويت نيجيت حق بس 3، ماكو فايده. يو نيجيت ايذر اول ذا دامج ولا نون اوف ذا دامج. خذيت دامج راح تنزل هذا واحد 1 سبيس، هذا الديفنس تراك مالك. طبعا كل ما ينزل كل ما يقل عدد الفيكتوري بوينتس نهايه اللعبه. انت اذا كان فول نهايه اللعبه بعد الاي ترانز هذا راح تاخذ عليها 17 نقطه. خلينا نقول ماخذ 4 دامج صار 12 نقطه نهايه الجيم.
فتبي تحاول كثر ما تقدر انك ما تاخذ دامج عشان تاخذ فيكتوري بوينتس نهايه اللعبه اكثر. اول دامج ببلاش شكله ما تاخذ. اول دامج ببلاش ما ياثر عليك. انزين السيتي ستريتس المكان ماله اكشن بس هني شو يقول لك درو وان كارد اف يو تي اف يو باي تو انفلوينس يو مي درو ذا كارد فروم يور جيلد هول. هذا بس يخليك تسحب كروت زياده واذا كان عندك كرت هني تقدر تاخذه تسحبه. والكورت هاوس هذا الجاج نفس الشيء بس تحط تو وركرز هني او ايجنتس يقول لك سليف ان ادفانسمنت اون ا كارد ان يور هاند. ادفانسمنتس اللي هم شنو هذيلي اللي هني يسمونهم ادفانسمنتس هم مثل تدريب يعني اي تاخذ واحد من هنا وتحطه بكرت بيدك هذا يخليك تسوي الحركه هذه. والليبر اكسشينج موف ايجنتس فروم اني لوكيشن تو اني اذر. خلينا نقول انت حاط ايجنت هني اذا تلعب الكرت هذا هذا يقدر يخلي يروح اي مكان ثاني اي لوكيشن ثاني. بس هذه الاكشنات اللي باللعبه. طبعا قلنا احنا الحين البرولوج فيز لازم نسوي نكمل السيت اب. السيت اب مالنا عباره عن شنو لازم كل واحد منا ياخذ ادفانسمنت من هذيل ويحطها بواحد من السليفز من الكاردز مالته. احنا كلنا عندنا اربع كروت بس هنسوي ريسيت. احنا كل واحد منا عنده اربع كروت فايش راح تسوي؟ راح تنقي كل واحد راح ينقي one location أو one advancement in turn order. تنقي one advancement وتحطه بالسليف. إذا أنا نقيت هذا خلاص ما حد يقدر ينقي. لازم كل ال advancements ننقيها. يعني هذين العشرة كلهم لازم يكونوا موجودين بالديسكارد. أوكي؟ فالحين خلينا نفترض مثلاً أنا بنقي هذا. باخذ هذه وبحطها هنا. أوكي؟ هذه تنحط بالديسكارد. الحين انت ابو ليلى تنقي واحد هذا خلينا نقول انه خلاص برا ما حد ينقي ما هاخذ من الـ هذا الـ الفار يه. اوكي الفارمر انت نقيته عندك راح تسويها مرتين انت ابو عبد الله عنيف تبي اتاك يعني هذا وين انفس وين هذا اللي قلنا شنو من الثاني ما كنت ولا شنو فيها اي طبعا لما نسوي الادفانسمنت نسيت اقول لكم بس بهالفيز هذا لما تسوي ادفانسمنت راح تسوي الاكشن. انا الاكشن مالي اني احط وان وركر وان ايجنت بالواتش تاور فانا راح احط انت تاخذ وان كوين تحط وان ايجنت اوكي وتاخذ وان كوين وان كوين انت عندك فور كوينز كانت اي مكان ذاتس وان بالنص مكانها هذه 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 فور خمسة اثنين زين عندك اخذ واحد من الترين لا. لا واحد من الكروت واحد من الكروت هذه الادفانسمنت زين نقي واحد من الكروت وبعدين تسوي الاكشن ماله اوكي راح نضل نكمل لين ناخذ من واحده من كل ادفانسمنت يعني في اثنين راح ياخذون زياده لا كلنا راح نسوي اثنين كلنا راح نسوي اثنين 10 الباجين راح يروحون هنا اوكي بالله. لما قط الحين لما حققت هذا بعدين تسويت الاكشن ماله الاكشن ماله يقول لك اي واحد نلقى هذا شو اسمه بس بليس اب تو 3 ايجنتس هني بالديب هولو ولا شيء وين كان هذا ديب هولو يا تقدر تحط اب تو 3 انت لما تشيل اثنين راح تاخذ 3 باتل سترينث اكشلي دي لا بغير سوري انا مو فاهم من شيء عشان كذي خلني هذا رحت سمحت من هاربر بالنظرة شيك هو ما أخذ بيده كان سوري ما والله ما كان ما أنا صفة ما شفت لا أنا قصدي مو قصدي إنه يعني لا لا حين دو 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 شو اللي قلت شو اللي قاله تحط واحد من هاربر تحط واحد بس ما يدري شو هذا أو تقدر تدفع اثنين فلوس عشان تحط اثنين وبعدين لما أخذه ما أخذ فلوس صح يس لا كان حتى سات جين 1 فور ايتش هي هذا يلا لازم تنطروني على الحين يعني خلاص اوكي انت الحين راح تاخذ كرتك ها كرتين زين صدق المباني هذيل كلها غلط راندوم قاعد توزعهم لا هو على حسب السيناريو احنا قاعد نلعب السيناريو الاول اوكي بس كنا اول مره اشوف هذيل المباني احمد انت عنيف اخذ هذه الطق ما عندي كيوب خضر اصلا شايف فيها لا تسيبها خربانه خرب علي وعويل
دعوه اي صدق 21 23 غلط بس بغير المباني جامعة جامعة كانهم دقيقة دقيقة جامعة بغير المباني دقيقة أفا هذه شنو 15 لا هذا 13 ليش عليها أنا 10 وين 13 هذا 13 10 13 إيه أوكي إيه في 18 ما انتقد أقول أنا المباني هذي أول عادي وين هذا هذا ابو عويد خرب علي رد هي زين ليش عاد ليش اللوكيشن مو مراكبين مع بعض يعني مو باطل في السيناريو اه في كل سيناريو اللوكيشن معينين بس انا ما اشوف شيء لا تاج هذا هذا فلوس في جولد اي نفس الشيء نفس الشيء لا لا ابو عويد لا ليش فلوس؟ هذا يلا زين ها عطاه ثلاث فلوس عطاه ثلاث فلوس وين ثلاث فلوس؟ ثلاثة جولد جولد هذا كم ولا هنا؟ هذا 23 عطاه فلوس بعد 23 انزين 21 اعطيك اربعة وين اجيب الكرت؟ وين الكرت اللي حطيتها؟ ما ادري رد لك انت عندك اربع كروت لازم كان ثلاثة ها وين الرابع مالك؟ هذا عامل عادي شيل هذا لا لا هذا تبي فلوس هذا اكشن هذا هذا اكشن اتاك اكشن اي تدري شنو راح ينشال هذا راح ينشال 34 هذا ما حد قام صح لا 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 خذينا من انت قاعد تسوي عامل زين اذا انت خذيته كان بها اذا حد خذاه يعطيك فلوس لا ما يقدر ياخذه انت عاملك انت ادري بس اي لما يستعمل الاكشن هذا اوكي بس انت عموما استاذ شنو المالك هذا انت قاعد تدربك اه اي صح اه هني ويسد هني بس تاخذ فلوس لما تركب بس عاملك راح عليك الحين يعني ما في انت معك لما تشيل انت تاخذ ما يعرف شيء مو مشكله قاعد تاخذ فلوسك من بيت اي عادي موجود موجود زين قول لي اشرح لي الاماكن الجديده ما راح حصل بها خلي يخلص من السالفه شوف في تعاون احنا كل واحد قاعد يستخدم العمال مرات ثانيه المفروض في مبنيين فيهم دفاع ستب خربان شوف هذا تحط 1 ايجنت ماينس 1 الاتاك هني 2 ايجنتس ماينس 3 هذا سيتي واتش وهذاك شنو واتش تاور طيب هذا فارم تاون وهذا شنو فورج اه في فورج نفرجنا الحين بسم الله الله يفرج علينا ان شاء الله صالح يبشر بس شنو هذه الفورج هذا يعطيك 2 جولد ليش قاعد تطمني يا سوري هذا شنو يقول يقول باي 4 تيك 2 هذا يعطيك فيكتوري بوينتس هذا تبدل فلوس فور فيكتوري بوينتس هذا اند جيم يعني تسويها لما يصير عندك فلوس وايد هني يعطيك 2 جولد او باتل سترينث يس يعني في اوبشنز هني تحطه تاخذ 1 جولد هاي مو كان موجود هذا اوكي كمل سيت اب اوكي احمد خليت نو عامل الفورج فورج يس الحين نقعد واحد ثاني ان شاء الله فبتاخذ 2 جولد اخذ 2 جولد مكتوب 2 جولد او باتل اتاك ما اقدر اخذ باتل اتاك الحين صح؟ لا لا بس تاخذ 2 جولد انا حسب ما انا قاعد افهم اللعبه انك تبدي بيدك اربع كروت وكان عندك اربع ايجنت يعني هذا هم كنا هم هذا ريبريزنتيشن ف الدربه وقاعد شغل قلت هذا اللي ماخذين منهم فهذه شنو الحين بليس اب تو 3 ها فانت الحين لازم تحط الايجنت مالك هنا يعني ولا شلون لا 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 خلاص الفورج خلاص هذا ثانيه اي من هذه يس yes. اوكي في حط ايجنت اب تو 3 تبي تحط اثنين بس خلاص yes. بس الفورج ما لازم يحط احد ها لا لا لا, لا الفورج 2 جولد بس بس 2 جولد رافعهم اساسا رافعهم اوكي اوكي صح انت خليت هذه زين نفس الشيء ستي انت خليت هذه اي هذا وقتها اي اخذ هذا صح حطيته عشان كان العامل اللي قبله اي اوكي من اخذ هذه اضرب عويد هذا يلا عند بابيت انت اخذت شنو اخذت؟ الحين وراها خليها شلون؟ انا لعبت كذي بعدين كذي ها بعدين كذي انا خذيت هذا يلا اي صح هذا انا ما ادري اربع خمس لا اخي طلعت لي صاحبه قهوه هذه الاكشنز
احنا حاليا حاليا ما بدينا الهيدلاند بالست اب، فراح نبدا اول شيء بال هذه هم ديفنس. اوكي هذه عشان تسوي تريننج حق الايجنتس ارخص. لا ما تحط ما تحط انا بلا بلا هذا حب حب بلا اوكي بلا لينك واحد انا هين هذه تحط تو ايجنتس زين هني بوجن باي 4 تو 20 ايجنت صح اوكي زين اند باي 5 لا لا بس بس هذا ليتر ديفيشن شنو بقى يلا ناخذ هذه طبعا انت الحين كنت تقدر تحطها بنفس الكرت انا ما ليش احنا قاعد نحطها كنت تقدر تحط نفس الاكشن الثاني بنفس الكرت اه اوكي الكرت اللي استخدمته بالبدايه يعني انت مو شرط توزعهم لا انا ما بس يصير كرت قوي حيل انا ما سويت هذا بس الكرت يطيرهم عشان لا الحين ما حطوا المفروض ما يقطون كانوا فممكن الكرت اللي سويته راح يقطون بعدين بعدين تحطهم الشفل وتبدا تاخذ منهم تنزلهم وين كروزي شنو كروزك كروزي هني خلصنا شيء من السيت اب صح؟ خلينا نمشي على الخطوات بعدين عشان بس خلصنا خلصنا السيت اب انا قصدي يعني الكروت لما قطعناهم كان المفروض ان احنا بدينا وبعدين الحين ما خلص نفس الشيء بعدين ادري الو بس الحين قطعنا الوقت المناسب السيت اب خلص لا تو الحين حد ما حد يلا وين اخذت بروفيسور؟ كم كم كروت؟ لا لا من وين اخذت؟ خذيت هذه انزين الحين اللي ما نقيناهم هذه صح راح تروح حق نوترو سيتيزن كارد جاهز ولا ما اخذناها شنو بعد كان هذيك لا لا انا اخذت هذه هناك من اللي فوق في واحده ما اخذناها هذه لا ثاني واحده ثاني واحده لا ترى هذه ثاني واحده ثاني واحده لا ايوه اي اوكي اوكي كذي خلصنا البرولوج فيس بس الحين لازم اخلص شو اسمه